أشهد الله سماحكم، أشهد الله سماحكم في هذا اليوم صبح حلو وصبح سعادة وأمل. واحد من الناس بيسألني سؤال، بيقول لي أي وقت حلو أخرج فيه؟ واحد من الناس بيسألني يقول لي أي وقت حلو أطلع فيه أخرج فيه أو أعمل فيه أي حاجة. فقلت له أحسن وقت هو الصبح، وكما تشاهدون الآن الصبح أحسن وقت، سواء كان في الخروج، سواء كان في النادي، سواء كان في أي حاجة. حتى الصبح حلو في رياضة، وحلو في القهوة، وحلو في كل حاجة. حتى أنا عن نفسي كعزوز بحب إن أنا كل حاجة أعملها الصبح. فأنا بيجي واحد يسألني من الناس أحسن وقت في الخروج أو في الطلوع وهو الصبح، وأسعد الله سبحكم صبح سعادة وأمل. الحياة تحب من يحبها وتحب من يسعدها. يشتاقي لكن كيف يلقى محبي؟ شمس اللقا والود صارت كسيفة، شمس اللقا والود صارت كسيفة. ما أجمل الصباح، ما أجمل الصباح أن تعيش يومك في سعادة وأمل، وأن تعيش يومك في صحة نفسية حلوة. يا سلام، صبح حلو وصبح روعان تسعى في هدوء وهكذا هو الصبح. وأسعد الله أيامكم الحلوة. يشتاقي لكن كيف يلقى محبي؟ شمس اللقا. وأتمنى لكم فرصة سعيدة.